إشراك يا قلبي سمعنا اليوم دعيدك شوفوا الحبايب شوفوا الحبايب بيهدوا الورد يوم عيدك بيهدوا الورد يوم عيدك بس كده يا بحر النيل انت بتضحك وانا دمعي سيل دمعي سيل دمعي سيل يا حبيبي. من 85 سنة ما كانش في المنطقة دي مجتمع سكني، ما كانش فيه غير فنار بيخدم قناة السويس، فنار صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل اللي صمم برج إيفل الشهير. لكن في سنة 1937 اتحفرت هنا أول بير بترول وتولدت معاه قرية صغيرة النهاردة بقت تاني أكبر مدينة في محافظة البحر الأحمر بعد الغردقة وواحدة من أهم مدن الطاقة في مصر. قمة جبل غارب هي أشبه بقم بسنم الجمل تحديدا، ظهر الجمل، فالمنطقة اللي هي ما بين السنم وبين الرقبة دي اسمها الغارب، فمن هنا خد الاسم. الاسم ده من الجبل وكل الخرائط الأثرية القديمة عليها جبل غارب، بس ما كانش فيه راس غارب. غارب بدأت البداية الحقيقية بتاعتها سنة 37. في التوقيت ده اتعمل شركة اسمها شركة أبار الزيوت الإنجليزية المصرية أو الأنجلو مصرية. الشركة دي هي اللي بدأت عملت اللي احنا شايفينه دلوقتي من بيوت مكان سكن الخواجات، وكان في منطقة بعد كده سكن العمال، كان في منطقة تانية اسمها الكيرهاوس. دي كانت بداية غارب. بعد كده الأمور بدأت تزيد وعدد العمال اللي كانوا سنجل جايين في يعني شغل بس بدأوا يجيبوا أسرهم عشان المسافات من موطنهم الأصلي في إينا مثلا بعيد. هنا بدأ يتكون المجتمع، وبالتبعية الشركة عملت لهم الخدمات اللي هي تسرفس على أنهم يعيشوا هنا، وتعمل كل الأنشطة اللي تهيأ أن دي تبقى بداية قرية صغيرة بس منظمة على النظام الإنجليزي. في حاجة غريبة بشوفها في المجتمع اللي موجود في راس غارب، أن المواطن الراس غاربي إذا كان المصطلح صحيح يعني هو مواطن يجمع ما بين صعيدي على بدوي على أهل القناة، على خلطة كده غريبة الشكل. هو ده يمكن هقول لحضرتك ببساطة، أنا لما أكون ناشئ ما بين بحر وجبل الكوليكشن لوحده يخليك ان انت تبقى مختلف عن اهل البحر او اهل الجبل، انت جامع بين الاثنين. اضافه ان الرعيل الاول من اهالينا اللي جه هنا كان ميكس، جاي من الصعيد وجاي من بحري وجاي من القاهره. ازاي انعكس ده اصلا على شكل الموسيقى، المزيج ده ما بين الصعيدي والبدوي والبحر الاحمر؟ هقول لحضرتك طبيعي ان انا جاي بثقافتي، الصعيدي جاي بثقافته، واللي جاي من بحري جاي بثقافته، والخواجات اللي موجودين بثقافتهم. الناس دي لما كانت في منطقه صحراء بيجتمعوا مع بعض كان بيحصل الميكس بقى، كان انا اسمع الموسيقى بتاعتك وانت تسمع الموسيقى بتاعتي، بدات الدنيا يعملوا شكل يطلع الكلام من ده. ويمكن اللي طغى عندنا هي السمسميه طبعا بحكم ان هي منقوله من القصير والناس اللي كانت مرتبطه بالبحر كمان. بالظبط، اي صياد هو يعني خصوصا ان زمان كان الصيد عن طريق البحر بيبقى شهور، فكان ما فيش وسيله ترفيه ليهم غير السمسميه دي. وهو صغير عمرو طليحي غاوي صيد بالشبك، حتى لما تعين في شركة بترول وبقى موظف ما سابش الصيد، حوله من شغلانة لهواية بيمارسها في الأجازة مع أصحابه. طليحي زي ما غاوي صيد بالشبك في البحر غاوي غنى مع فرقة شباب البحر. يا ما غنينا جينا من راس غارب
دلوقتي انا عايز اعرف منكم انتوا اتكونتوا ازاي. كلنا اصولنا من غارب ومولدين هنا في غارب، وكلنا في الاصل يعني قرايب واخوات واصحاب. وسامة ده جاري وعمر برضو جاري، وحمادة وده احمد اخويا، يعني كل الشباب الموجودين. محمد وابو محمد اصلا كان معاه فرقه واحنا صغيرين كنا بنشوفه اصلا وهو بيعزف سمسميه. انتوا اتكونتوا سنه كام تقريبا؟ 2009 بدانا عملنا اول حفله لينا، كانت في نادي العاملين. وبعد كده لقينا الناس بدات يعني تشجع الفرقه ومبسوطه بيها، فقررنا ان احنا نستمر واطلقنا اسم فرقه شباب البحر على الموضوع، على اساس ان كلهم يعني من البحر الاحمر. اساسا احنا مقدم التراث بتاعنا وبتاع البحر الاحمر. طب انا عايز اعرف بس معظمكم شغال ايه؟ احنا معظمنا شغال في شركات بترول. وجات لك منين فكره شباب البحر تنضم ازاي بقى؟ طلعنا لقينا خلاننا وابهاتنا وجدودنا بيدقوا سمسميه، فاحنا كنا من واحنا صغيرين بنقعد معاهم ووسطيهم، ف يعني نشأنا معاها. ايه الفرق ما بين الاغاني اللي بتغنوها هنا في الفريق شباب البحر والاغاني اللي بتغنيها الفرق السمسميه الثانيه في اسماعيليه والسويس وبورسعيد؟ ما هي يعني هي كل منطقه ليها لون. احنا لوننا ان احنا نشأنا عليه وحفظناه وعرفناه، وهو اللون اللي احنا بنغنيه دلوقتي ده اللي هو ليه مسمى. لا ما هو ملوش مسمى، هو التراث بتاعنا احنا، تراث بتاع غارب، اغاني التراثيه بتاعتنا. بس ممكن عمرو مثلا تخطر له فكره حلوه يقول لي مثلا عايزين نعمل كده، نحاول نالف عليها كلام، نعمل لحن واحنا قاعدين مع بعض. يعني كل حاجه برضو احنا اللي بنعملها، فاهمني؟ هذا حطب انت الايقاع. في ايقاعات كتير بتستخدمها خاصه باغاني البحر. طبعا بتختلف، في بنشتغل على الريتم المقسوم سمسميه، وفي شغل المقسوم ده الريتم المصري الشهير الشهير اللي كلنا بنحبه. الشهير. وفي شغل اللي هو لون، احنا بحكم شغلنا في على آلة السمسميه الشغل اليمبعاوي. وبرضه بنشتغل برضه شغل سويسي واسماعيليه. ليه؟ السمسميه كلها بتكمل بعض. يعني بعاود دي كلمه جايه منين اصلا؟ جايه من ينبع، هو السعوديه. هم برضه ليهم شغلهم بطريقتهم، واحنا كمصر برضه لينا شغلنا، سينا والبحر الاحمر والغردقه والقصير وسفاجه، دول بيمشوا في لون واحد من الغنى اللي هو الشغل اللمبعاوي. احمد راوي، انت لابس ايه؟ انا لابس محزم. اسمه ايه؟ محزم. محزم. محزم ده خاص بالصيادين. بيلبسوه الصيادين في البحر. عشان خاطر معامله المياه المالحه بتبقى صعبه، مفيش مياه حلوه، فبيبقى المحزم ده هو اللي هو لافف على الجسم. لافف على الجسم. مش بنطلون. مش بنطلون. عشان يديله حريه اكتر. عشان يعرف يتحرك يعني. ينشف الملابس اسرع. اسرع يعني. طبعا احنا برضه تواصلنا يعني، وان احنا كل تعاملنا مع البحر وبتاع. وخدناه يعني اللي هو زي رسمي للفرقه، يعني ان احنا لما بنقعد زي كده على البحر ولا بتاع بنلبسه يعني. دايما يا احمد عندكم رقصات مصاحبه للغنى بتاعكم. في انواع منها الرقصات دي؟ يعني ليها مسميات، ليها انواع، ولا هي رقصه واحده؟ لا، في اسامي طبعا، وكل حاجه ليها لونها. يعني عندنا مثلا رقص البحري. عندنا رقص البنبطيه. عندنا رقص بقى بيمثل حياه الصياد في الميه. يا خلي صنع عهدي واحفظ وداد قلبي، يا خلي صنع عهدي واحفظ وداد قلبي، وكيد عزالي واللي جرح قلبي، وكيد عزالي حبيبي اللي جرح قلبي، رايح رايح مع الأشواق فيها انواع. في الكف البحري
في مثلا الكف برضه الينبعاوي، الفن الينبعاوي ليه كف معين، ليه دقه معينه. في الكف السويسي، السويسي ليهم كف معين برضه بالظبط بيدق. هتلاقي يعني معظم الانواع ديت احنا بنأديها. يعني انا ممكن اسمعك مثلا كف البحري ماشي مثلا. اول ناس تغنوا في راس غارب ولا كان في مطربين سبقوكم؟ لا لا طبعا، لا ده في الناس من زمان خالص هم اللي علمونا، هم علمونا المجال واتفرجنا عليهم، زي سعيد سجانة، سراج بجاص، الفنان جمعة السيد برضو كان هو برضو من الجيل ده، تعلمنا برضو منه الاغاني وسمعناها كتير. في علي السلال، الناس دي كلها ناس يعني دلوقتي عواجيز، بس يعني احنا طلعنا شفناهم وهم وتعلمنا منهم. الناس قبلهم اكيد. ايوه طبعا، ايوه طبعا، ما هي مستمره. يا عم جمعه قول لي انت من تقريبا اقدم واحد في اللي موجودين كانوا بيغنوا هنا في راس غارب قبل الفرقه دي، صح كده؟ بدات ازاي اصلا؟ كنت بتغني فين وبتعمل ايه؟ انا اساسا يعني كنت لسه في الاعداد وكده، فتعلمت على السمسميه هي السته اول حاجه، وفي السمسميه الثانيه كانت 14 مطر وكده يعني. تمام. فبتبتدي اعمل اعداد كده انا واصحابي كده، اعداد حظ، اعداد حظ صغيره كده يعني، حنا هنا حنا هنا كده. انت عملت فرقه؟ عملت فرقه. كان لها اسم؟ هو اول حاجه كان في فرقه اسمها الامل. الامل، الامل، دي اول حاجه. بعد كده فرقه ثانيه كان اسمها الاصدقاء. الاصدقاء. طب وما كملتوش ليه؟ لا احنا ما كملناش عشان انا بعد كده يعني اتكات المجال الفراشه وكده، فراشة الأفراح والحاجات دي. والجات كنت بتشتغل بعد كده وكده يعني. المكان اللي بيتجمع فيه الناس للغنى والسهر، بس الحانة عند عمرو راوي بقت المكان اللي بتتقابل فيه السمسمية الهادية والعنيفة، اللي بتفرح واللي بتبكي. كل سمسمية هنا جاية من حتة، وكل سمسمية وليها مقام. دي جاية من الإسماعيلية، دي بتاعت القناة، حتى جاية بالريشة بتاعتها دي. أوكي. ده من الفنان سعيد برجمون. تمام. دي بتاعت الخمسة، دي الخمس أوتار. أيوة. عبارة عن طبق صاج القديم، طبق صاج ومشدود عليه جلد. أيوة. و يعني بسيطة، ما فيهاش أي زخارف ولا أي خراطة ولا دراعين عادي، وفرمان مفاتيح مصنوعة يدوي. أيوة. تلاحظ. أيوة. تمام، هي كلها يدوية. حتى الدومينو كرسي، ورق الكرسي بتاعها معمول من ورق الدومينو، والريشة بتاعتها من جلد، حاجة يعني برضو تراثية زي كده، مصنوعة من ظهر ترسة بحرية. أوه. ومشدود عليها جلد برضو ماعز. السمسمية دي بتاعت المرحوم محمد الشناوي من بورسعيد. الله، بورسعيد. في برضو سمسميات من السويس، في سمسمية مثلا دي مصنوعة في بورسعيد، فنان محمد غالي صنعها على الشكل القديم، بس أنا يعني عملها لي ستة أوتار. طب ده ايه بقى؟ دي انا اللي صنعها، دي من صناعتي انا. السمسميه انت بتصنع؟ انا دي مصنعها، جايب الظهر الطاسه بتاعه، الغطا العجل، الغطا بتاع العجل. واخد بالك؟ وجايب عليه صينيه الومنيوم. اوكي.
وعملها صندوق صوت للسمسمية. ودي الدرعين دولة عبارة عن المواسير بتاعت الستاير، المواسير القديمة بتاعت الستاير. هتلاقي صوتها أعلى شوية من السمسمية العادية عشان صار عشان بالضبط صندوق الخامات والماتيريال بتاعها مختلف عن السمسمية التانية. دي أنا مصنعها. قول لي دي إيه اللي فوق دي؟ دي الطنبورة اللي دي فوق دي. دي بص، الطنبورة ليها عدة أشكال، يعني في مثلا الشكل ده. أيوة. ودي الطنبورة النوبية الأصلية القديمة تعمل دي. دي من الحواية وما فيهاش مفاتيح، هتلاحظ بص أيوة مظبوط اللي هي بتتلف لف من قماش. بالظبط قماش كتان أو حاجة زي كده، قطن بيشدوه بيها. ده برضو شكل تاني بس معمول عبارة عن قرن. دي موجوده فعليا القرن دي يعني موجوده في ناس بتستخدمها ولا هي ديكور؟ لا هي اندثرت. دي نماذج تانية مصنوعه، يعني ده مثلا شبه الليره، ده برضو فرعوني. نموذج ده نموذج فرعوني، وده نموذج فرعوني هو كان موجود زيه بالظبط زيه عند الفراعنه بس كان بس هو الاختلاف مثلا في ان احنا دخلنا المفاتيح دي ما كانتش بالشكل دوت. ودي السمسميه البدويه بيعملوا صندوق الصوت مربع او شبه، يعني شبه مربع ومستطيل، والدرعين بيبقوا شبه متوازيين وست اوتار. وست اوتار اللي هي السمسميه دي تلقاها عند مثلا الجماعه بتوع البدو في شمال سيناء، البدو في الواحات تقريبا، يعني الشكل ده. دي بتاعت البحر الأحمر نقدر نقول؟ أغلب المدن والأماكن اللي نشأت فيها السمسمية كان بتبقى، يعني السمسمية ديت هي اللي شائعة عندهم، مختلفة شوية عن مدن القلال. يعني مدن القلال زي ما قلت لك بتبقى التوليفة بتاعتها أو ضبطة الأوتار بتاعتها بتبقى طبقة أعلى شوية، وأغلبها كان من مقام الرزق. والدرعين لو تلاحظ والصندوق بتاع السمسمية أصغر، هتلاحظ السمسمية دي الدرعين أطول والصندوق حجمه اكبر معظم الاغاني على البيات، والطبقه بتبقى مرتاحه شويه عشان طبعا معظمهم كانوا تلقائيين، يعني ما فيش حد محترف في الغناء وكده، فعشان تناسب اصواتهم اي صوت ممكن يؤدي عليه غني حتى لو الصوت مش حلو. طليحي ده ايه بقى؟ احنا بنسميه الجالون. الجالون ده صوته قوي في مكان مقفول علينا زي كده، بيدينا الضمه والتكه بتاعته بتبقى اقوى، صوته قوي اقوى من الالات الايقاعيه العاديه، اقوى من الايقاعات العاديه في كدوم يعني كدوم. بس برضو مش بيعلى على صوت السمسميه، يعني بيبقى فيه انسجام، يعني انسجام ما بينهم وما بين بعض. اقرب حاجه يمشي مع السمسميه هو الجالون. دي اله اصلا دي افريقيه مش كده؟ هي اساسا افريقيه وهنديه، هم الجماعه بتوع الخليج استخدموها لان عشان الرحلات وعندهم ايقاعات متشابهه كتير اصلا كمان. فتلاقي الاله ديت يعني الجماعه الينبعويه بيستخدموا الايقاع دوت فيها، موجوده في حوض البحر الاحمر، يعني معظم المدن برضو في حوض البحر الاحمر هتلاقيها يعني انا كنت في السويس من فتره شفت نموذج قديم من المرواز دوت موجود هناك عندهم، كان بيعزف عليه زمان. هي دي الطبله ديت يعني بالنسبه للبحاره كانت برضو بتصاحبهم مع السمسميه. ليه؟ لان عزف الايقاع عليها او الايقاع بتاعها اللعب عليها اسهل من الطبله. السمسميه اللي وراك دي ايه بقى الكبيره؟ دي مش سمسميه، دي ليها مسمى ثاني. ده صدفه بحر دي ولا ده نموذج الاصلي اللي كان بيتعمل منه الطنبوره والسمسميه. فكانوا الجماعه البحاره والصيادين زمان بيجيبوا الظهر بتاع الترسه ويشدوا عليه جلد بتاع ماعز، ويجيبوا الخيط السبيب خيط بتاع الصناره فعلا، لان هو ده كان موجود ما كانش فيه الخيط الصلب، كان زمان بيشدوه بحاجه اسمها حوايا. صوته عامل ازاي؟ أسمعك صوته. بس حاليا يعني الوتر دوت والصنعة دي مش بتناسب التطور اللي حصل في السمسمية. تحت التفاحة لو ما مرتاحة
الراوي أهداني كتابه وقرر يوريني إزاي بتتصنع سمسمية غارب. دي علبة زيت بتكون في الورش بتاعة العربيات بتاعة المعدات التقيلة في شركات البترول عندنا، وهي عشان خفيفة فبيبقى في صدى صوت، مصدر صوت حلو يعني منها. بنجيب العصيان بتاعة المقش عادي، أي عصيتين، ونبدأ بقى نصنع السمسمية. أنا هنا يعني لا استخدمت مسامير، ما استخدمتش غيرها، الخشب بعشقه هنا ببعضه، مجرد ان انا بشد الاوتار خلاص بتشد معايا السمسمية. قعدة الحظ ما تتعوضش، وليلة الحنة في أفراح غارب هي أحلى قعدة حظ. حمادة فوزي عزم قرايبه واصحابه الليلة، هتدق السمسمية وهيتحنى. Thank you.